ذاك الاحزاب مثلا نرجع باش نسمو بالامور في 2011 برنامج العداله والتربيه راه كانت تطرح واحد الطموحات كبيره قطع لها معدل ديال النمو 7% اقتصادي باش تحقق 7% راه خصك واحد التحول كبير في راس المال البشري في محاربه الفساد محاربه اقتصاد الريع لادخال قطاع غير مهيكل ما كانش تصورت الجهد لان لحظه مثلا واش ذاك البرنامج كان قابل للواقع مي جو تعطيك انا مؤشر واحد الفرضيه اللي تبان تيجي للبرنامج الانتخابي تيعطيك معدل ديال النمو 5% ماذا تقول لك لا راه توافقنا مجموعه ديال الاحزاب التصورات والتحالفات من بعد ما تنجو التطبيق ما فتناش بين جوج و 6.5